قتل 33 شخصا بقصف طائرات حربية تابعة للنظام السوري وروسيا على قرى وأحياء بمدينة إدلب. قتل 6 أشخاص وأصيب نحو 250 آخرين بانفجارين في منطقتي إلازيج وفان جنوب شرق تركيا. قصف طيران التحالف العربي قصر ومزرعة الرئيس المخلوع صالح ومواقع للميليشيات الحوثية بمديرية سنحان. قال المتحدث باسم الجيش الأمريكي في العراق كريس جارفر إن إيران تدعم 100,000 مقاتل في العراق. أعدمت السلطات الإيرانية 3 أحوازيين بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد. غادر زعيم المعارضة بجنوب السودان رياك مشار البلاد متوجها إلى دولة مجاورة بعد أسابيع من معارك جوبا. بدأت حكومة نيوزيلندا تحقيقاً بشأن تلوث إمدادات مياه محلية تسببت في إصابة آلاف الأشخاص بالإسهال. قال تجار أوروبيون إن الأردن طرح مناقصة عالمية لشراء 100,000 طن من علف الشعير. هبطت طائرة قادمة من اسطنبول إلى الدوحة اضطرارياً في مطار أتاتورك بعد اشتعال النار في المحرك. 79 عرضاً من 35 دولة بانتظار المشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي الشهر المقبل. تعرض رياضي بريطاني لحادث سرقة تحت تهديد السلاح خلال عودته إلى مقر إقامته في ريو دي جانيرو.